مساءكم خير ونقاء، ومرحبا بقلوبكم في جولتنا اليومية مع أخبار الصحف التي تناولت اليمن محليا وعربيا وعالميا في برنامج السلطة الرابعة، أبدأها باسمه تعالى. من الصحافة المحلية وتعليقا على لقاء محمد حسن الهيكل بالأمس على قناة الجزيرة، نشرت المصدر أونلاين مقالا لمحمد صالح الرويشان بعنوان ملاحظات على ما قاله هيكل عن ثورة اليمن. قال فيه: في حديثه الطويل يوم أمس مع قناة الجزيرة، تحدث الأستاذ محمد حسن هيكل عن ثورة اليمن حديثاً مقتضباً، وأشار إلى قضيتين: الأولى توصيف ما يحدث في اليمن بأنه ليس ثورة، الثانية البعد الإقليمي والدولي لما يحدث في اليمن. وأضاف الرويشان: برغم أننا نختلف معه في توصيفه لما يجري في اليمن، إلا أنه يجب التأكيد على أن ما قاله لا يمثل انتقاصاً للثورة اليمنية بقدر ما يمثل نقصاً في معلومات الأستاذ نفسه عن اليمن وعن الثورة فيما يحدث. هو ثورة حقيقية قام ويقوم بها الشباب وجماهير الشعب اليمني، كما أن طبيعة المجتمع اليمني ليست قبلية خالصة كما يتصور، فهناك تداخل بين المدنية والقبلية، سواء من حيث تفاوت تأثير القبلية في أنحاء اليمن أو من حيث أن القبائل اليمنية والمجتمع اليمني بأكمله قد أبهروا العالم بثورتهم السلمية المتواصلة على مدى 9 أشهر، وأثبتوا مدنيتهم وحضاريتهم رغم قمع السلطة ومحاولتها جر الأوضاع نحو الحرب الأهلية، كما أن وجود ونشاط الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني رغم جوانب الضعف والقصور يجعل المجتمع اليمني أكثر مدنية مما يظن الأستاذ هيكل. في نيوز يمن، الإعلام الرسمي قال إنه قتل على أيادي المتظاهرين وإنه من سكان القاع، وأحضر النساء يتباكين عليه. وأسرة الشهيد الجرادي تقول: تمكنا من استخراج جثته من الجمهوري بوساطة، والحكومة عرضت علينا 2 مليون ريال مقابل تنفيذ ما تمليه علينا. قالت أسرة الشهيد المسن محمد الجرادي إن الحكومة عرضت عليهم 2 مليون ريال مقابل تشييع والدهم في 70 وظهورهم على شاشة الفضائية اليمنية لاتهام الفرقة بمقتله. تعرض الجرادي لطلقة نارية في عينه خلال قمع قوات الأمن وبلاطجة لتظاهرة معارضة بمنطقة القاع الثلاثاء الماضي. الأسرة والتي شيعت شهيدها أمس بصنعاء قالت لنيوز يمن إن قوات الأمن المركزي اختطفت جثته خلال ارتكابها مجزرة القاع ونقلته إلى المستشفى الجمهوري. قالت يمن بريس: بينما جنوده يبيعون الرصاص بأبخس الأثمان في شوارع العاصمة، يحيى صالح يستخدم خطباء ووعاظ أجانب لتحريض جنوده على القتل وإباحته لهم. قال جنود في الأمن المركزي أن يحيى محمد عبد الله صالح قام باستخدام خطباء ووعاظ أجانب لتحريض جنود وضباط الأمن المركزي على قمع المتظاهرين. هذا وقد قال الجنود أن يحيى محمد عبد الله صالح يقوم بإجبار الجنود للاستماع لتلك المحاضرات والخطب وحضورها. وعلى صعيد آخر، يقوم جنود الأمن المركزي ببيع الرصاص والذخيرة التي تصرف لهم في شارع هايل وشوارع أخرى في العاصمة صنعاء بسعر يصل إلى نصف ثمنها في السوق. أما في صحيفة أخبار اليوم فقد تناولت أحداث تعز بقولها: تعز إصابة 6 بينهم امرأة، والانفجارات تهز المدينة إثر قصف طال عددا من الأحياء. هزت انفجارات عنيفة مدينة تعز مساء أمس بعدما أقدمت قوات النظام على استهداف أحياء بالمدينة والقرى الواقعة في أطرافها، وسقطت عدة قذائف هاون على جبل الجهوري بالمسبح، كما سقطت قذائف أخرى مشابهة على عدة قرى محاذية لشارع 60. إلى ذلك، أصيب بمحافظة تعز بعد صلاة الجمعة يوم أمس 6 متظاهرين بينهم امرأة عندما أقدمت قوات الأمن المركزي والحرس بعضهم بزي مدني بإطلاق النار على الموكب الجنائزي الذي انطلق من ساحة الحرية عقب صلاة جمعة وما النصر إلا من عند الله، وشيع فيه جثمان الشهيد زياد طه الدبعي الذي استشهد نتيجة القصف العنيف الذي شنته قوات النظام على المدينة. ومن الصحافة العربية تقول الاتحاد الإماراتية أنباء عن سعي الكونغرس الأمريكي لتجميد أرصدة صالح. كشفت مصادر صحفية عربية عن مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي يتضمن تجميد أرصدة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وفرض عقوبات على نظامه الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 33 عاماً. وقالت صحيفة السفير اللبنانية في عددها الصادر أمس الجمعة إن مشروع هذا القرار قد يخرج إلى العلن خلال الأسابيع،
مشيرة إلى أن هناك تداعيات داخل الإدارة الأمريكية بعد لقاء الرئيس صالح مع السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين الأسبوع الماضي. ونقلت الصحيفة عن ممثل مجلس شباب الثورة اليمنية في واشنطن الكاتب والصحفي منير الماوري اتهامه السفارة الأمريكية بصنعاء بعدم نقل الصورة في اليمن بوضوح إلى واشنطن، معتبرا أن نظام صالح عاجز عن تحقيق الاستقرار في اليمن. في الخليج الإماراتية نجد العنوان التالي: بعد سيل لا يتوقف من المبادرات السياسية، واشنطن تغلق الباب مع علي عبد الله صالح وتحاور نائبه هادي. لم يتوقف سيل المبادرات السياسية التي يقترحها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في محاولة للهروب من الاستحقاق الأهم المتمثل في التوقيع على المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، فيما أكد السفير الأمريكي بصنعاء أن واشنطن أقفلت باب التعامل معه وأنها تعطي الأولوية في الحوار مع نائبه عبد رب منصور هادي في وقت عارض فيه الشباب الحصانة الممنوحة لصالح في المبادرة الخليجية التي تعفيه من الملاحقة القضائية، وشددت قوات الأمن من إجراءاتها لمنع وقوع عمليات انتقامية لتنظيم القاعدة. قالت الشرق الأوسط: كلينتون تلتقي توكل كرمان وتؤكد دعمها لثورة شباب اليمن وانتقال السلطة في إطار اتفاقية مجلس التعاون. طالبت توكل كرمان الناشطة اليمنية المعارضة والحائزة لجائزة نوبل للسلام الإدارة الأمريكية بالعمل على إحالة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتجميد أرصدته وممتلكاته هو وعائلته لدى الولايات المتحدة. وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية قد استقبلت كرمان وعددا من شباب الثورة اليمنية صباح أمس في مقر وزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة الأوضاع في اليمن. وقالت كلينتون: هذا الاجتماع يوضح دعمنا للجهود السلمية للشعب اليمني وتطلعاته لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا يشمل أن يقوم الرئيس علي عبد الله صالح بنقل السلطة في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي. وعن البيان الإماراتية: صالح يستنجد بالغرب لإنقاذه. قالت مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء للبيان إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح استنجد بهم من أجل إقناع المعارضة بالقبول بفكرة أن يوقع نائبه عبد رب منصور هادي على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، مشيرة إلى أن تكتل اللقاء المشترك يتعرض لضغوط في هذا الشأن مع تخوفه من عدم تنفيذ صالح لتعهداته، فيما أفادت أن الرئيس اليمني قبل بتشكيل لجنة عسكرية تتولى الإشراف على إعادة الجيش إلى ثكناته. أما اليوم السابع المصرية فقد قالت: نفت جماعة أنصار الشريعة المحسوبة على تنظيم القاعدة مقتل القيادي في التنظيم إبراهيم البنا مصري الجنسية، الذي كانت كل من وزارة الدفاع اليمنية والإدارة الأمريكية قد أعلنت مقتله قبل نحو أسبوعين في غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية على مدينة عزام بمحافظة شبوة. قتل خلالها نجل الشيخ أنور العولقي عبد الرحمن خلال محاولة البحث عن والده عقب الإعلان عن مقتله في غارة جوية أمريكية سابقة. ووصفت جماعة أنصار الشريعة في بيان صحفي ما قالته الحكومة اليمنية حول مقتل البنا بالأكاذيب والإدعاءات. ننتقل معا إلى الصحافة الخارجية، ومن موقع قناة روسيا اليوم نقرأ هذا الخبر: أرجأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر زيارتهما إلى صنعاء التي تأتي في إطار استئناف جهود الوساطة لحل الأزمة الراهنة في البلاد، والتي كان من المقرر أن تبدأ الجمعة في 28 من هذا الشهر. وقالت مصادر يمنية مطلعة إن مغادرة عبد رب منصور هادي نائب الرئيس اليمني إلى واشنطن ورفض 3 من قادة المعارضة اليمنية الموجودين في الخارج العودة إلى اليمن وراء تأجيل الزيارة. وكشف موقع يمن بريس الإخباري المستقل نقلا عن مصادر مقربة من نائب الرئيس اليمني عن احتمال تأجيل زيارة الموفدين إلى حين عودة هادي من الولايات المتحدة. وصلت وإياكم إلى نهاية جولتنا، أشكركم على جميل إصغائكم، وإلى أن ألتقيكم في حلقة الغد كونوا برعاية الله وحفظه.
Thank you.